فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر للخيل التي لم تربح كذلك التي ربحت من سباق حتى ثلاثة سباقات على مسافة الميل مسافة 1600 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال وربما استبعدت من هذا الشوط شيماني شيكي في هذه الانطلاقة لميمورندوم في المركز الأول مع محاولات ميغور لورنس التقدم أيضا في المركز الثاني سبرنزا أند في المركز الرابع مشاهدينا متابعي الكرام تاريخ يبدأ أيضا التقدم من الخارج لتحسين موقع فيما الانطلاقة لميمورندوم في المركز الأول ميغور لورنس في يتقدم في المركز الأول ميغور لورنس في الصدارة مع تاريخ في المركز الثاني مع اقتراب الجياد والأفراس من اجتياز علامة 800 والصدارة لميغور لورنس في المركز الأول محاولات دينجر مولالي أيضا لتحسين موقع مع سبينز أند أيضا في الذي يبدأ التقدم الآن من الخارج مع التيميت ريسبكت أيضا تاريخ مع عادل الفريدي مشاهدين الكرام المنعطف الأخير لهذه المواجهة والصدارة الميغور لورنس والدخول يأتي من التيميت ريسبكت في المركز الأول يبدأ التقدم الآن انتزاع الصدارة المركز الأول التيميت ريسبكت في المركز الأول يبتعد في المركز الأول محاولات الدخول أيضا من بارك الخير في المركز الثاني فيما التيميت ريسبكت ابن اليوسف كواليتي في الصدارة بفارق كبير مستوى ونتيجة يحسمها لصالح ألف مبروك مشاهدين الكرام لإسطبل الخليبس فوز التيميت ريسبكت رقم 6